السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك والأصل الثالث من الأصول الثلاثة، من نبيك عليه الصلاة والسلام؟ لانغال تم مانغال انا غوري ماكو لان تيدونغال دون كقبره ما في اجابو دون كهم بوني النبا جماع. تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام. اين ان ابن الارما كوني كو محمد عليه الصلاة والسلام. ابن عبد الله بيتو عبد الله. ابن عبد المطلب بيتو عبد المطلب. ابن هاشم بيتو هاشم. وهاشم من قريش. هاشم من قريش لين قريش توا. وقريش من العرب. جون قريش نكو لين العرب توا. والعرب من ذرية إسماعيل عليه السلام. نعم. عربو بنون كو إمر لين ذرية إسماعيل بيبي. وإسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبي أفضل الصلاة والسلام. إسماعيل نكو بيتو هم النبي إبراهيم. الله هيسو. هي الله وني هوري نلادو كجما إسماعيل إبراهيم مفهوم أبي. نعم له من العمر 63 سنة. نلاد صلى الله عليه وسلم دوب يوم إدين فونو كون نكو دوب يشابان جيغو إتاتي 40 قبل النبوة. معنا نتم دوب يشابان جيغو إتاتي دوب يشابان إدين فوكو أدب نولاد 23 نبيا ورسولا هو نبي ورسول. معنا دوب نوغ إتاتي هدين كم يكو بأنبابة بوني أنبابة بوني نلاد. إلى ماذا يدعو؟ نلا أول صلاة السلام كوي خفاري هون بونو ندودة يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك نلا كونو ندودة كفاري ووتنين قال الله سبحانه وتعالى برنتنا قائع كفدو قال الله إلى من بعث هل بعث العرب خاصة لا ونلا كوي هم بوي نولا إن كوي عرب تون ونولا تون بعث إلى الثقلين الجن والإنس نلا ونا عرب تون نولا ونولا وي ديدو وني هون وني تاغون فاب كلمه جن ناجي ما معنى هذا كونون فانار انه وندم الله نلام جنة ندنك ان كل من بلغته دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر اكبر مخلد خلد ابدي في النار سواء كان يهودي نصراني مجوسي بوذي ملحد. نعم ما نكون فانار انه وندم ان نلام امر جنانك جنة ندنك فو وندم كلاما ميوتي نودان نلا صلى الله عليه وسلم او غمدنا لهم حركان كودي وني كفيرو ويالتي اسلام اما نارك يهوديان كيجو ولا كو نصرانياجو ولا كو ريو سناموجي غوديغو ستايتون غوبينا نلار هر وني كفيرو بلد مكه وهاجر مكه الى المدينه ما نلار اون دي اي مكه كروني كو بجيبنا بفيري باري مدينه وبدفنا بالمدينه عليه الصلاه والسلام مات بها لانه بشر الحق ما الحق البشر عليه الصلاه والسلام نلار صلى الله عليه وسلم فيني بسرامه مدينه كبيرنو باري دو بسرى دو كوانو هاب بسرى بماي كام كو بنتانكي هيباي بكلامه كو هيبان تانكي أكمل الله به الدين لا يستطيع أحد أن يبتدع في هذا الدين شيئا أن لا نون الله تمنني من الدين كان هاي غوت واتا بيدلك الدين هنا وندغو لم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا أمر به وعظم ما أمر به التوحيد ولم يترك شيئا يبعد عن الله إلا هنا عنه أعظم ما نهى عنه الشرك نلا صلى الله عليه وسلم أجلها هنا كبرنا تفادك الله سبحانه وتعالى إمورد مؤير صناء ويتنير نجاة مورهم مانا وطنين الله ديوانغال بأجلها هنا كو نعم نعم تكر الله سبحانه وتعالى صنع برنتي دون كبري مونو دي غوبي الله دي فوق الشركة نقول الله فرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة المفروضة الخمس في ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بثلاث سنين والله أعلم الله انفر لي اهور ان صلى الله عليه وسلم جلد دي الله يونو نوبك أسما أدو بفرد بأرى مدينة دوب تاتي